المباراة الأخيرة في هذه الجولة. مرور ممتاز، ضربة جزاء، أمبروزيني تقدم وعرقل من جانب جوزيبي بيافا، ولاحظ وجود حكم المباراة في المكان الممتاز، كان موجود وبالتالي العرقلة حاضرة وضربة الجزاء. شايف فيها لمسة وفيها وقوع وفيها ضربة جزاء طبعا سيدورف لا يبدأ أو غير موجود طبعا مع بقية الأسماء. سيدورف المصاب، وهذا مرور جميل للأمام في المكان الممتاز، والتسديدة موجود الأولى منذ أن عاد إلى طبعا فريق الأمريكي نادي جالاكسي. لا تشعر بأنه اهتمامات في هذه الأيام للاعب الذي لا يجد الفرصة للعب الآن مع نادي الإنتر. ولاحظ الكرة المقطوعة من أمام أمبروزيني، وبيكم يرسل الكرة في المكان، يا سلام، كرة ملعوبة خطيرة، فرصة موجودة، فيها ضرب جزاء ثانية، فيها ضرب جزاء ثانية. هو يريد أن يفعل ذلك، وهذه الكرة وفيها مرور وفيها عرقلة. نعم، ضرب جزاء، ضرب جزاء، لاحظ من يصنع ضربتي جزاء لميلان هو أمبروزيني، لاعب الوسط، وليس أبورييلو وليس رونالدينيو وليس بيكام. هذه اللعبة وهذه العرقلة حتى أوضح نسوازو، لكن تياغو سيلفا تعود الآن بشكل ممتاز وصافر على وجود خطأ. ولدينا من الدقائق 36 دقيقة، ولدينا من التألق لهذا النجم أمبروزيني. أمبروزيني يتألق بشكل ممتاز من محبي الروسينيرو، يعني تجي الآن على مستوى أوروبا كلها، كل أوروبا، إسبانيا، إيطاليا، إنه لم يكن كذلك في السنوات الطويلة الماضية. بريطانيا كما ذكرت أندية كثيرة جدا ينطبق عليها مقولة أندية سادت ثم بادت. لرئيس نادي ما صرف الكثير من الأموال، وهذه محاولة موجودة، ولدينا ضربة ركنية.